السلام عليكم. دلوقتي هنشوف ازاي نبدأ نظهر البيانات في برنامج الاورنج. ممكن يكون عندي البيانات موجودة في ملف، فبقول له فايل وابدأ اختار الملف دوت، تمام. وتبدأ بقى تشوف الحاجات هنا، ممكن عايزها نمبر، عايزها الرولز بتاعتها، هل هي تارجت ولا ميتا ولا سكيب، الفاليو بتاعتها، النيم، ريلود. او ممكن لو انت عندك حاجة على الانترنت زي جوجل درايف تستدعيها من هنا. طيب ممكن برضو اقول له ان انا عندي بنت داتا. هنا انت بقى بتبدأ ترسم البيانات بالشكل دوت، عندي البراش بتبدأ ترسم بيه، او ممكن تبدأ تحط واحدة واحدة بالشكل دوت. طيب عندي مثلا اقدر اشوف الكي مين بالشكل دوت، ممكن تقول له عايز اقرا مثلا من بنت داتا، فيقول عايز تقرا من فين لفين، فبتقول له فروم كذا لكذا او فيكسد زي ما انت عايز، فبيبدأ يظهرهم لك التوزيع بتاعهم. طيب ممكن برضه اشوفهم بشكل اخر، هقول له السكاتر بلوت بالشكل دوت، فيبدأ يظهرهم لي بالشكل ده. وتقدر تحدد بقى الكلر هيبقى من خلال ايه بالظبط. وممكن برضو نقول له عايز اشوفهم بشكل اخر، فيبدأ يظهرهم لي بالشكل دوت.